المرأة الجزائرية عبر التاريخ والدور الهام الذي لعبته في مقاومة الاستعمار جنبا إلى جنب مع الرجل في سبيل رفعة الوطن وسيادته، هما تطرق إليه المشاركون في أشغال الملتقى الدولي نضال المرأة الجزائرية من ثورة التحرير إلى مسيرة التعمير. وقفة تحية وعرفان لنضالات وتضحيات المرأة الجزائرية في سبيل استرجاع السيادة الوطنية، ومن خلالها إلى كل نساء العالم المنخرطات في هذا المسعى النبيل في سبيل تحرير شعوبهن وتعمير أوطانهن والمساهمة في تنميتها. لقد كانت المرأة الجزائرية دائمة الحضور في معارك المقاومة وفي ثورة التحرير الوطنية، إذ أن دورها طلائعياً وفاعلاً إلى جانب الرجل في أدق المراحل التاريخية الحاسمة. اللقاء تطرق إلى الوعي السياسي لدى المرأة الجزائرية ومساهمتها في البناء المجتمعي، وكذا مكانة المرأة الجزائرية كملهمة للنضال والمقاومة لدى شعوب المنطقة. اليوم نحتفل مع المرأة الجزائرية كونها نموذجاً مشرفاً لنضال المرأة العربية في مسيرة تحرير الأوطان. إن المرأة الجزائرية التي ثارت بالأمس في وجه الاستعمار جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل بقيت ثائرة في وجه كل من يقف أمام مسيرتها ومسيرة تقدمها، فنجد اليوم المرأة الجزائرية وقد تبوأت أعلى المناصب في الدولة، ونرى اهتمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدعم العمل العربي المشترك في كل ما من شأنه النهوض بأوضاع المرأة من خلال المبادرات الهامة. الملتقى الدولي الذي جاء لإبراز مكانة المرأة في المجتمع الجزائري عبر مختلف الحقب التاريخية عرف حضور عدة أسماء من حرائر الجزائر ممن صنعن تاريخ الثورة التحريرية المجيدة.